ذاكرة الأطفال عادة بتكون عم تضج بمشاهد اللعب، صور الأكلات الطيبة والألعاب، ولكن بسوريا الموضوع مختلف. هتون طفلة درعوية عم تحكي عن ذكرياتها خلال 3 سنوات ومعاناتها مع قصف ميليشيا أسد لمدينتها. خلونا نشوف الفيديو مع بعض. أما يجيت للدنيا كان قصف شغال، أما صار عمري سنة وقف القصف وعملنا هدية. اليوم صار عمري 5 سنين ورجع الحصان، رجع حيران. أنا ما بخاف منه. أنتوا عم تطلبوا سلاحنا، سلاحنا ما نحصل لحدا لحتى نقدر نحمي حالنا. إحنا ما نلحم بالحرب، بس إذا صارت إحنا أهلها وإحنا قدها، رح نصبر رح نتصل. الفيديو بيكشف وجهين من أوجه المأساة السورية. الأول هو وجه الطفولة. بسوريا انقتل وانصاب 12,000 طفل بحسب أرقام منظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة. وبسوريا كمان 90% من الأطفال محتاجين مساعدة. أما الوجه الثاني للمأساة السورية فهو وجه الحصار. هذا سلاح اللي عم تستخدمه ميليشيا أسد بوجه السوريين. نظام أسد أطبق الحصار على درع البلد من 31 أيار وأغلق كل الطرق المؤدية لدرع البلد وترك بس طريق سجنة. حجة الحصار هي سحب السلاح الفردي من أهالي درع البلد، وبحسب كلام المتحدث الرسمي باسم تجمع أحرار حوران أبو محمود الحوراني أنه اللي عم يهدد أهالي درع البلد اليوم هو جنرال روسي معروف باسم أسد الله. هددهم أنه رح يتعاون مع الإيرانيين، وبالفعل دخل عناصر من كتيبة الرضوان التابعة لحزب الله مدينة إزرع من كم يوم، وبلش الطيران الحربي يرعب أهالي المدينة بالتحليق فوقهم على علو منخفض. تعليقات السوريين على فيديو هاتون اللي عم تحاصرها حاليا روسيا وإيران وميليشيا أسد كانت على الشكل التالي. أبو عبد الله عم يقول كفو، بس لا تخلوا الأيادي اللي برات بلادكم تتحكم بإرادات شبابكم وتخزلكم مثل كل مرة. أما سامر فعم يقول أين فيلق اللواء الثامن قوات الفصل مما يحصل في درع البلد؟ أما محمد العودي عم يقول اللي حررها أول مرة بيرجع بحررها مرة تانية بأيادي الثوار الصادقين. تعليق من جمال بيقول هي إنجازات الخونة اللي سلموا حوران للروس والعصابة الأسدية.